كمان مرة هنا عندي السكان اف، اللي هي جملة السكان اف، وبين الأقواس راح يكون عندي شغلتين أو تو باراميترز. الأول اللي هو هنا عندي نوع المتغير اللي بدي أقرأه، وهنا عندي المتغير نفسه مع إشارة الأدرس. إشارة الأدرس لأنه أنا دائما نفترض أنه أنا عندي الميموري شكلها زي هيك، تمام؟ أي شيء بدي أجي أضيفه أنا على الميموري هنا، على سبيل المثال أي متغير بدي أعرفه، جيت هنا عرفت إكس وهنا عرفت واي، ولازم أكون حددت نوعها. مثلا انتجر، هنا انتجر إكس، هنا انتجر واي. كل متغير في الذاكرة له أدرس خاص فيه. هنا على سبيل المثال 5 3 1، إحنا بس نعطي أمثلة، 3 2 7 1 9 8. فأنا هنا لما أجي أحكي إكس مثلا، هذه أدرس إكس، أدرس إكس معناها إيش؟ روح لي لا وين موقع إكس موجود هنا وخزني جواته هنا. لما أحكي برنت أف إكس، إنه طبع لي إكس مباشرة، إكس لحالها، إكس لحالها إيش يعني؟ إنه روح على القيم اللي داخل إكس هنا، لك روح لي على أدرس. تمام، روح لي على الادرس، الادرس ما هو حكينا اللي هو هنا. طيب حكينا كمان عن هذول الامثله كلهم، سكان اف وريد اف، وهنا حكينا عن العمليات الحسابيه، وحكينا شغله مهمه جدا دائما بدي انتبه، انه انا لما اقسم انتجر على انتجر دائما الناتج انتجر. اذا بدي الناتج يكون مع فاصله، لازم واحد من اللي بقسمهم يكون فلوت، يا يعني اما فلوت على انتجر او انتجر على فلوت، بهاي الحاله حيعطيني الناتج. طيب واخذنا مثال محيط الدائره، واخذنا اخر شيء حكينا عن الفورمات تبعت الاوتبوت، حكينا عن البرنت اف. هاي هذول حكينا عنهم، بدناش نخربط فيهم. هذول عادة بيجي عليهم أسئلة أوتبوت، إنه بيجي بيحكي لك مثلا هذه إيش لازم يكون شكل الطباعة اللي فيها، هذه معناها إنه يعني هاي، هذه بس خذ لي بعد الفاصلة هاي الفاليو وهي الفورمات، هذه معناها إنه خذ لي بعد الفاصلة 4 أرقام وبس. يعني هنا باجي بعد الفاصل 1 2 3 4، وبعمل كاستنج طبعا، الخمسة بدها تصير 6 وخلص، والرقم بكتبه كامل زي هيك. حدد لي هنا 8، لما يحدد لي معناها انا بدي اخذ بعد الفاصلة 5، يعني هي الرقم، فانتبهوا لهاي زي هاي. طب هنا انا عندي بعد الفاصلة 3 ارقام، هو انا طلب مني 5، شو لازم اعمل؟ بكمل 2 صفار، يعني باخذ 0 0 6 0 زي هاي، بده 5، اذا بجي بضيف 0. طيب 5 ببلش اعد، قديش الرقم كامل بده اياه؟ 8. إذن هي 1 2 3 4 5 6، والصفر 7 والناقص 8، معناها خلاص بزيدش أي سبيس، بعرض الرقم كامل زي ما هو، وهكذا. هذول بدكم تقرأوا الأمثلة هذول جميعهم، جربوا دكتور تحلوا. إذا كان 9 شو بنسوي؟ نحط سبيس يعني بدون أي إذا كان رقم؟ 9 بدي أضيف سبيس هنا، أحط يعني زي مربع؟ زي مربع. زي ما يجي امتحان ولا شيء. تمام. بدك تضيف يعني زي هنا كيف مكتوبه، مثلا مربع مربعين معناها تو سبيسز، زي هيك بدك تعمل. طيب حد عنده سؤال لحد الان؟ حد عنده مشكله في التنزيل اللي، او يعني ما عرفش يطبق ينفذ الامثله اللي اخذناها؟ لانه مهم جدا الأمثلة، يعني المحاضرتين اللي راحوا لازم تكون اشتغلتوا عليهم ككود، يعني دربتوا عليهم حتى تقدروا تكملوا معنا. يعني احنا كل شيء بنبني على اللي اخذناه في المحاضرة اللي قبل، فاللي ما بتبع يعني مشكلة كبيرة انه يلحق المادة، يلحقها معنا، فلازم كل شيء بناخذه تروحوا تجربوه في البيت. طيب خلينا نشوف هنا عند بعض الاوبريتورز، هنا
الاساينمنت اوبريتور، احنا حكينا فيها الاساينمنت اوبريتور، المقصود فيها انه انا انتجر اكس وهنا بدي احكي اكس تساوي 20، هاي دائما بنسميها اساينمنت. اكس تساوي اف او اف تساوي اكس، هذه كلها اساينمنت اوبريتور. عندي هنا اساينمنت اوبريتور، شو بصير عندي في هاي الحاله زي هيك؟ هاي المية تتخزن في زد، صح؟ طيب وقيمة زد اللي هي 100 تتخزن في واي، وقيمة واي تتخزن في اكس، معناها شو لازم، شو حتكون قيم اكس واي زد بعد هاي الاساينمنت؟ مية كلهم مية حيكون جميل. كلهم بالضبط، خزن اول شيء هنا، بعدين رد خزن هنا، بعدين رد خزن هنا، فالثلاث قيم راح تكون كل قيمهم 100. عندنا الارثمتيك اوبريتور، هذول كمان حكينا عنهم المحاضرة اللي راحت. خلونا ناخذ بس مثال ثاني غير اللي، او هسه ناخذ شوي، خلينا ناخذ مثال اللي زي هنا. لو اجاك سؤال زي هيك، هي العملية الحسابية وطلب منك هي القيم اللي بتعوض فيهم، تمام؟ واجي حكالي هي القيم اللي انا بدي اعوضها، كيف راح يطلع الناتج عندنا هنا؟ ببلش العمليات حسب الأولوية. بالضبط، يعني هنا هي العملية، وهنا اعطاني هي قيمة زد، وهي قيمة A، وهي قيمة B، وهي قيمة W، تمام؟ وهي قيمة Y. هان كيف راح ابلش اكتبها؟ يعني هاي العملية، هنا زد ناقص اي زائد، كيف بدي ابلش الان هنا؟ هاي بلش الكود. زد اللي هي 8 صح؟ ناقص اي اللي هي 3 زائد بي اللي هي 9 9 على 2 زائد دبليو اللي هي 2 ضرب، ايش الضرب عندي هان؟ ناقص واي، قديش قيمة واي؟ صير موجب 5. بالضبط، ناقص واي واللي قيمتها ناقص 5، زي هيك، ناقص الناقص 5. إذا أول شغلة بدي أعملها هنا اللي ناقص ناقص حتصير 5، هاي ضرب عندي هنا 2، وعندي هنا زائد، ايش الأولوية اللي بعديها راح تكون عندي؟ ايش بدي احسب هسا؟ المفروض تسعة بين اثنين الأقواس، وبين الأقواس 9 2 لحظة، بالضبط الآن عندي 9 2، قديش 9 2؟ أربعة 4، لأنه موجب على موجب صح؟ وهنا عندي حيكون زائد 3، طيب 3 زائد 4 حتكون عندي، سبعة تكون عندي هاي 7، أنا عندي هلا الضرب لخمسة باثنين صح مزبوط، أنا عندي زائد 2 ضرب 5، 2 ضرب 5 قد إيه؟ حيكون عندي 10 10، وهنا حيكون عندي زائد 7 ناقص 8، كذا بده يطلع هنا عندي؟ 11 المفروض بالله. حيطلع المفروض 11. طيب 8 ناقص 7 1 زائد 10، فانا بدأت به شغلي هذه، انه ناقص واي وعوض لها قيمه ناقص 5، فصار عندي، يعني هاي شوي بتخربش، انه لا انا ناقص ناقص ده تصير موجب، وبعدين بدي اروح بين الاقواس، بديش اخربش انه احكي 4 ونص، لازم احكي 4 لانه قسمت موجب على موجب وزدت عليهم الاي وخلص، وبعدين بكمل. واضح للجميع هاي؟ طيب دكتور، بس لما قسمت 9 على 2 عشانها عدد انتجر ولا عشانها ايش انتجر على بالضبط؟ انتجر،
تمام. انتجر عن انتجر بيعطيني العدد اللي انتجر فقط، اللي هو 9 2 4 تمام ونص، تمام ياخذ الجزء الصحيح اللي هو 4. ما انا امثله هذه حكينا اتوقع فيها كمان المحاضره اللي راحت. الان في موضوع اخير اللي هو بيحكي لي الكاستنج، ركزوا في هذا حيمر معنا او حنستخدمه، اللي هو انا بدي اعمل كاست لمتغيرات. كيف يعني؟ خلينا نشوف. هين اروح للكاستنج، يعني انا هنا جيت حكيت عندي والله مجموع علامات الطلاب انتجر سم يساوي مثلا 295، وعدد الطلاب الكاونت طلع خلينا نحكي 14. حكيت لك وجد لي او قسم لي الافرج، قسم لي مجموع علامات الطلاب على عددهم. لو جيت هنا حكيت مثلا فلوت الافرج يساوي سم على الكاونت، صح؟ جيت انا حكيت لك برنت اف اطبع لي الافرج. هنا بدي اطبع الافرج. طيب خلينا نعمل رن، حيطلع 21، بس هو فعليا حط بوينت صفر هو فعليا كده بيطلع هو 18 ونص. 295 على 14، حيطلع عندي 21.07. انا بدي الرقم كامل. طيب شو بدي اعمل هان؟ شو بدي اعمل؟ يعني بدك تقول لي غير السم، هو المفروض اغير وحده، يا السم يا الكاونت تكون فلوت، صح؟ طب حكى لك لا، انا في البرنامج بديش اغيرهم فلوت، انا بدي السم يكون يظل انتجر والكاونت تظل انتجر، ما بدي تتغير قيمهم. بحكي لك ممنوع تغير قيمهم. اذا شو الحل هنا حتى اطلع الافرج صحيح؟ بحكي لي في عندك شيء اسمه كاستنج. الكاستنج بتغير نوع المتغير بشكل مؤقت. يعني تيجي هان قبل السم بتحط القوسين هذول وبتكتب فلوت، تمام؟ هنا بحكي لك راح تتغير قيمة السم لفلوت بشكل مؤقت فقط، هنا في أثناء في السطر هذا أثناء تنفيذ هذه العملية بغيرها لفلوت، وبعديها إذا بدي أرجع حترجع تظل انتجر. هنا بس بغيرها بشكل مؤقت عشان ننفذ العملية الحسابية بشكل صحيح. فأنا لو جيت عملت رن، إيش أعطاني إياها؟ بشكل صحيح. طبعا انا ممكن اجي لو حكيت لك اظهر لي فقط 3 اعشار بعد الفاصله، باجي بكتب نقطه 3، فانا بظهر لي فقط 3 اذا ما بدي اياهم كلهم. كان لو حكيت لك بديش بعد الفاصله يظهر كامل، ممكن اجي اكتب بوينت 3 هيظهر لي بعد الفاصله 3 قبل اشاره اف زي ما حكينا عنها، تمام؟ فاي هاي عملت كاستنج، عملت كاست للصم بشكل مؤقت انها تكون فلوت. وممكن اجي اعمل على الكاونت مثلا زي هيك، برضو اعمل رن نفس الشيء. ليش؟ لانه هنا قسم واحده منهم لازم يكون فلوت، فهذه بنسميها كاستنج. انا احيانا بحتاج اني اغير قيمه المتغير بشكل مؤقت فقط عشان انفذ عمليه حسابيه زي اللي انتم شايفينها هان. طبعا بتكون ممكن تكون بكل الانواع، ممكن هاي تكون فلوت وبدي اياها انتجر، تمام؟ ممكن اجي حكى لك والله الافرج اطبع لي اياها، او جيت احسب عمليه حسابيه حكى لك الافرج لازم تكون انتجر، فباجي قبل الافرج بدي اكتب هنا انتجر. هنا شو باخذ؟ بياخذ فقط 21 قيمتها الصحيحه. على سبيل المثال يعني انا ممكن تكون على كل الاشكال عمليه الكاستنج. واضح الكاستنج يا جماعه؟ فهي هو زي بكنا في السؤال صح، ذا الافرج فلوت ولا انتجر؟ كيف؟ السؤال اكتب لنا ذا الافرج فلوت ولا انتجر. يعني هو ممكن يوضح لك، بس عادة الافرجز ناتجهم غالبا ناتجهم فلوت، يعني ما بزبط يكون انتجر. بقسم انا يعني بقسم عدد على عدد، وعند عملية القسمة احتمال كبير جدا انه يكون عندي كسور، صح؟
تمام. هذه الكاستنج ممكن يعني يجي عليها برضو في اسئله الاوتبوت او اسئله المالتيبل تشويز او اسئله الاوتبوت. يجي لك برنامج زي هيك يكتب لك شو ناتج ويحط لك بوكس مربع ويحكي لك شو مخرجات البرنامج هذا. فانت من هنا بدك تنتبه اذا تم اذا صار عمليه كاستنج او ما صار. طيب هان هذه زي هيك. خلينا نيجي نحكي عن بعض عمليات الانكريمنت والديكريمنت اوبريتورز والسبيشال اساينمنت. هنا بحكي لي احيانا انت ممكن تشوف شيء زي هيك اكس بلس بلس. ايش يعني هاي اكس بلس بلس؟ يعني خلينا نيجي نحكي هان انكريمنت بالضبط. هي هذه عمليه الانكريمنتيشن. بتذكرين بالالجوريثم لما كنا نحكي increment يكون نجي نعرف x وبعدين نجي نحكي مثلا increment x by 1. هذا ايش يعني؟ ضيف لي 1 على ضيف لي 1 على x صح؟ هنا بالسي ما في increment x by 1. نيجي بنحكي x plus plus زي هيك. وهنا بتيجي print f f print f print f بتيجي تحكي له قيمه x. هنا بتحجز بليس هولدر وهنا بتيجي تعطيني اكس. هاي شو راح تطبع؟ اثنين راح تطبع الاثنين. هاي الاكس بلس بلس شو معناها؟ معناها اكس تساوي اكس زائد واحد. هاي هيك كوماند تمام. هذه هي نفسها هاي. اي متغير طبعا مش شرط اكس، اي متغير بلس بلس معناها المتغير يساوي المتغير زائد واحد دائما. ونفس الشيء لما اجي احكي x ماينس ماينس معناها x تساوي x ناقص واحد. فانا لو هنا لو جيت طبعت x شو بده شو راح يعطيني هسه؟ لو هاي طبع شو راح تكون؟ واحد واحد زاد واحد ورجع ناقص واحد فايش؟ طبع لي ظلت واحد. فهذه نسميها الانكريمنت والديكريمنت اوبريتورز. طيب في شغله مهمه انه في عمليه الانكريمنتيشن هاي اذا اجت في البدايه او اجت قبل او اجت بعد. يعني هنا بحكي لي بلس بلس ماينس ماينس كان بي يوزد ان بريفكس اور بوست فيكس نوتيشن. ان بريفكس نوتيشن ذا فاليو اوف ذا فاريبل از ايذر انكريمنتد اور ديكريمنتد اند ذن read while postfix is notation the value of variable is read first. يعني هنا بحكي لي ممكن ال x plus plus x هاي تيجي هان هيك نفس الشيء. بس شو الفرق بين هاي الأولى والثانية؟ هنا بحكي لي في الأول زيد وبعدين خذ قيمة x، بينما هنا بحكي لي خذ قيمة x وبعدين نفذ عملية الزيادة. طيب هذا الحكي متى بحس متى بلاحظه؟ هذا الحكي ما بلاحظه هيك، هنا ما بتفرق. لكن لو اجتني عمليه حسابيه زي هيك، اجي حكى لي انتجر y تساوي x بلس بلس زائد 3، خليني هنا اشوف ايش قيمه هنا عندي y طيب خلينا نرجع نأكد على قيمة x. قيمة x تساوي واحد. خلاص هذه شو معناها لما حكيت x تساوي واحد؟ فهي لغت كل شيء صار قبل. خلاص رجعت نجيد أعطتني قيمة x واحد. x واحد. طب هنا ال y إيش المفروض تكون قيمتها؟ خمسة أربعة. ليش مش خمسة؟ لأنه يعني أخذ القيمة بعدين زاد، فإكس بعد العملية صارت اثنين بعد العملية مش كده. هاي بدي تنتبهوا فيها. هان اكس بعديها بلس بلس. هنا في العملية الحسابية أخذ قيمة اكس وبعدين جمع عليها الثلاث وبعدين زاد عليها. فهنا هو شو شاف قدامه أول شيء؟ شاف قدامه اكس، خلاص على طول نفذ عليها العملية الحسابية. طيب متى ممكن تصير خمسة؟
إذا كانت العكس، يعني لو جيت هام بلس اه يعني بلس، لازم نعرف اكس بلس بلس عشان تطلع 5. هاي شايف بالضبط، هنا لازم تكون اكس بلس بلس قبل، معناها زيد لي على اكس وبعدين خذها في العملية الحسابية، تمام؟ هذه هو عم بيمشي بالشمال لليمين، شو شاف؟ الأول الزيادة، إذا بزيد على اكس بتصير 2 وبعدين بنفذ العملية الحسابية. هذا هو الفرق الرئيسي ما بين اكس بلس بلس او بلس بلس اكس، انه انا اذا عندي عمليه حسابيه زي هيك بتفرق معي في الناتج، وهذه كمان ممكن احيانا يجي عليها اسئله اوتبوت، بينما اذا كان في سطر لحاله ما بتفرق، اذا سطر لحالها ما بتفرق، يعني هي لحالها يعني بالاخر مع نهايه السطر راح يتم الزياده، يعني هان بهاي السطر هو اخذ هنا زاد على قيمه اكس وبعدين نفذ العمليه الحسابيه، بينما قبل اذا اكس بلس بلس، اذا كانت بلس بلس بعد شو بيعمل؟ باخذ قيمه اكس بنفذ العمليه الحسابيه، بعد ما ينفذ العمليه الحسابيه شو بيعمل؟ بزيد قيمه اكس. يعني انا هنا لو جيت طبعت قيمه اكس، ايش قيمه اكس راح تكون؟ ايش قيمه الاكس راح تكون؟ اثنين. اثنين بالضبط، لا عفوا هنا هي كل الاحوال اثنين، لكن لو كانت هيك، لو زي هيك ايش قيمة اكس راح تكون؟ واحد. اثنين. برضه اثنين، بس هي بتفرق في العملية الحسابية برضو نفسها. اثنين بالضبط، اللي بتفرق انه اثناء العملية الحسابية شو صار معي؟ شو مين اللي طب اخذ مش انت العملية؟ قلت اكس زائد 3 بعدين ايش ننتبه للبلس بلس؟ تمام، طب برضه بتصير 500. لحظة لحظة شوي، هان هيك هاي العملية الحسابية شو بعمل؟ باخذ قيمة اكس قبل الزيادة، قديش قيمة اكس قبل الزيادة؟ واحد. واحد، وبنفذ العملية الحسابية، واحد زائد ثلاث كدير؟ طيب أربعة، بعد ما خلص العملية الحسابية شو بروح بعمل؟ هاي بزيدها على يعني اكس، بس انها بلس بلس هي فعل هاش قيمة. بلس بلس بصير في العملية الحسابية ما بتدخل، طيب. لكن بعد ما يخلص العملية الحسابية لازم يزيد قيمة اكس، فها لما أنا أجي أطبع هذه أربعة وهاي اثنين، وكمان مرة هنا لو البلس بلس قبل شو معناها؟ هنا معناها إنه عمل زاد على إكس قبل العملية الحسابية، بس أنا شو شايف قدام؟ بلس بلس، فبقى معناها بروح إيش؟ بزيد على إكس بتصير اثنين وبعدين بنفذ العملية الحسابية، فبتصير اثنين زائد ثلاث وتساوي خمسة. هذا هو الفرق الرئيسي، انه اذا بلس بلس قبل او بعد، انه هل حتدخل بالعمليه الحسابيه او لا، اذا بعد ما راح تدخل، اذا قبل لا راح تدخل. طيب الان انا اشوف بنيجي عندي بعض السبيشال اوبر، واضح انا يا جماعه حدا عنده استفسار؟ الفرق الرئيسي اذا كانت داخل عمليه حسابيه، لكن هنا ما بتفرق. ولو ممكن نعمل له هيك، كمان بتفرق معي في الطباعة، شفتوا انتبهتوا في الطباعة إذا حطيت بلس بلس إكس شو بيجي بيعمل؟ بزيد على قيمة إكس وبطبعها، لكن لو بلس بلس بعد زي هيك شو راح يطبع لي هان؟ طبع لي اثنين، ليش؟ أخذ قيمة إكس وبعد ما خلص جملة الطباعة زادها. انتبهتوا هنا كيف طلعت النتيجة معاي؟ إذا إكس بلس بلس داخل جملة البرنت أف، أنا راح ياخذ قيمة إكس ويطبع وبعدين بزيد، بينما لو كانت الزيادة قبل راح يزيد على إكس وبعدين يطبع. طب نيجي لبعض السبيشال أوبريتورز اللي هم يعني زي لما يحكي لي اكس تساوي او اكس زائد اثنين، هاي شو يعني؟ اكس تساوي اكس جيب اثنين. يعني خليني بس عشان ما نتخربش، خليني اجي هنا احكي انه اكس تساوي واحد، رجعت عدلت قيمة اكس انها تساوي واحد، هذه شو تساوي؟ هاي تساوي معناها اكس تساوي اكس زائد اثنين، لو جيت طبعت هنا اكس المفروض يعطيني ثلاث، اخر اكس المفروض تكون
ليش؟ لا أعطاني إياها 2. بحسبهاش انه موجب 2 بخزنها كقيمة. لا هو لا لا عفوا، أنا عندي عكستهم، يا زائد يساوي، تمام، هي 3. هذه شو معناها؟ اكس بلس ايكوال 2، معناها اكس تساوي اكس زائد 2. لو كانت غيرت الرقم 5، شو معناها؟ اكس تساوي اكس زائد 5، زي هيك. هيها زاد اللي عليها هنا، طبعا عليها 6. طبعا هنا ممكن يصير عليها مختلف العمليات الحسابية، ممكن يكون اكس زائد يساوي، ممكن تكون اكس ناقص يساوي 3، وممكن تكون اكس ضرب يساوي 2، ممكن تكون اكس قسمي مثلا 2، ممكن تكون اكس موديولس يساوي 2. في كل مرة بدي اخذها على جنب وبدي ارتبها، يعني عشان ما اتخربش. شو يعني هنا قسمي يساوي؟ شو يعني اكس ضرب يساوي 2؟ معناها اكس تساوي اكس ضرب 2، على طول بعملها زي هيك عشان ما اتخربش، هيك لازم تكون. طب بالموديولس معناها موديولس، ها اكس موديولس يساوي 2، معناها اكس تساوي اكس موديولس 2، وبطلع الناتج. هذول كلهم بدي افسرهم بالشكل الصحيح عشان اعرف ناتجهم. واضحة يا جماعة؟ طيب احنا بننهي relational operators عند الفايل. هنا بحكي لي، خلينا نوقف هذول كلهم. انا بعث لكم الكود تبع المحاضره الاولى، موجود على اي تي سي. انا بعمل سكرين شوت للحلول اللي بنحلها وبعث لكم اياها، وانتم جربوا طبقوها في البيت. تبعت الريكورد تاع المحاضرة. المحاضره حبعث لكم، هو في، انا بعث لكم رابط فيه ريكورد كامل للماده. ماشي. ال ال نفس اللي على اليوتيوب. هو نفسه اللي على اليوتيوب 1310 اسم ال ال شفت. اه هي نفس نفس المشروحه من نفس الكتاب هذا، نفس الماده. ببعث لكم، بس طبعا اكيد في اختلاف بالامثله، اختلاف بالترتيب، لكن هي نفس الماده مغطاه. راح ابعث لكم المحاضرات هاي تاعت السي، سجلتها بس هي، ممكن ابعث لكم اياهم نفسهم اللي بنشرحهم. بعثوا لي اياهم. طيب خلونا هسه نشوف الفايل مثلا. خليني اوقف هذول كلهم، اعملهم كومنت، اروح للفايل. الان بحكي لي لو انا بدي اخزن داتا او بيانات بفايل، ايش بدي اعمل؟ شوفوا ركزوا معي، الفايل بدكم تتدربوا عليها. اول شيء انا هنا عندي، بدل ما كنت احكي انتجر اكس حتى اعرف ملف، شو لازم اكتب؟ بدل الانتجر بدي يكون عندي، بدي استخدم كلمه فايل هاي سبيس، وهنا بدي اروح بدي اضيف اشاره الاستريك هاي اكس، زي هيك، تمام. اذا حتى اعرف فايل، طبعا هذا نفس المتغير، حتى اعرف فايل بده يكون نوع الفايل، بدل انتجر دبل بده يكون فايل، وتكتب كابيتال لتر زي هيك، وجنب المتغير بدي استخدم اشاره الاستريك او النجمه. معناها بدي اسميه فايل، بدي اسميه باسم واضح زي هيك. طيب هان بدي اجي اكتب فايل هاي ايش تساوي؟ بدي اعطيها قيمه، شو القيمه اللي بدي اعطيها اياها؟ في عندي فانكشن اسمه فايل اوبن واقواس، وبياخذ تو باراميتر. الباراميتر الاول اللي هو حيكون الفايل نيم، اسم الفايل، على سبيل المثال ماي فايل دوت تي اكس تي، فاصلي نوع العمليه اللي بدي اعملها. فهنا عندي الفايل اوبن، كمان مره انتبهوا فيها، راح تاخذ، هيا بكتب لكم اياها في الكومنت، راح تاخذ تو باراميتر. الباراميتر الاول اللي هو الفايل نيم، اسم الفايل، فاصلي نوع العملية، هل هي ريدنج ولا رايتنج؟ حتكون ما بين رايتنج اللي هي اختصارها W، أو ريدنج حتكون اختصارها R. أنا الآن بدي أكتب في ملف، الملف لو مش موجود هو راح ينشئ لي عملية ال W هاي الرايتنج. لنفترض إنه أنا ما عندي على الجهاز ملف اسمه ماي فايل، هاي راح تنشئ لي. طيب اذا هي عملت فايل اوبن، مررت له التول باراميتر، اسم الفايل اللي انا بدي انشئه، وشو نوع العمليه اللي بدي اعملها، دبليو، انا بدي اكتب جوا الفايل. طب حتى اكتب جوا الفايل شو بدي اعمل؟ بدي استخدم فانكشن اسمه اف برنت اف، بدل البرنت اف ضفت عليها اف، انه فايل
برنت اف، الفايل برنت اف لها ثلاث باراميترز هاي هون. اف برنت اف، البارامتر الاول اللي هو اسم الفايل، فايل نيم فاصله الداتا تايب، شو نوع الداتا اللي انا بدي اكتبها جوا الفايل، واخر شيء الداتا. هي هذول الثلاث باراميترز. طيب اذا لازم امررهم، شو اسم الفايل انا عندي هنا؟ هنا اسم الفايل اللي هو انا عرفته، اللي هو ايش؟ او اسم المتغير تبع الفايل، ايش اسم المتغير تبع الفايل؟ يا جماعه ايش اسم المتغير تبع فايل فايل اللي هو فايل فاصلي، ايش نوع الداتا؟ على سبيل المثال انتجر، شو بدي اجي احط نوع الانتجر؟ دي صح؟ وهنا الداتا 55 مثلا، خلص جاهز. وبالاخر بدي اعمل اف كلوز، بدي اسكر الفايل بهاي الطريقه. اذا حتى اتعامل مع الفايل تعرفنا على ثلاث كلمات جديده، الاولى اللي هي فايل اوبن، وعندي اف برنت اف، وعندي فايل كلوز. هذول الثلاثه بدي احفظهم لانه انا دائما راح استخدمهم في التعامل مع الفايل. هي عرفت طب الفايل؟ دكتور، ايوه. إذا نفذت الكود إيش حيصير؟ بس حيخزن في ولا راح اللاب؟ يصير هيو، ها هي اعمل رن، مش حيطبع شيء، حيروح في المكان اللي انتم مخزنين فيه السي. هنفترض البروجكت، نفترض انه البروجكت انتم مخزنينه على سطح المكتب، بتروح جوا الفولدر اللي انت مخزن فيه البروجكت، راح تلاقي جوا الفولدر ملف انشئ جديد اسمه ماي فايل دوت تي اكس تي. طبعا انا عندي بالماك ما بيظهر، لكن هو في الويندوز روح على نفس المكان اللي انت خزنت فيه، اللي مخزن فيه البروجكت، راح تلاقي الفايل جديد انشئ اسمه ماي فايل. طبعا الان لو بدي اقرا انا من هذا الفايل، شو بدي اعمل؟ بدي اعمل نفس الشيء اللي سويته. يعني هنا لو بدي اقرا انا، هذا عمليه الطباعه، خلاص فتحت ملف هيو، كتبت جواه وسكرته. الان لو بدي اقرا، بدي اجي نفس الشيء اعمل، بدي اجي اعرف ملف فايل، مثلا ملف ثاني فايل اثنين، وبدي استخدم هنا الفايل اثنين يساوي نفس الجملة اللي فوق، اسم الفايل، بس هاي بدل الريد شو بدي احطها؟ بدل الرايت ريد، انه انا بدي اقرا من هذا الملف ما بدي اكتب. طبعا هان عملية الرايتنج، اذا الملف هذا مش موجود حيعطيني ايرور. في الرايتنج مش مشكلة، اذا الملف مش موجود شو راح يعمل؟ راح ينشئ ملف جديد ويكتب جواته. هان انا بدي اقرا، فاذا الملف مش موجود راح يعطيني ايرور، لازم يكون الملف هذا موجود، وانا هاي اريد انشاته هان. طيب اذا هان حتى اقرا شو بدي استخدم؟ بدل انا كنت في عندي سكان اف للقراءة، وراح اضيف عليها كلمة الاف، اف سكان اف، والها ثلاث متغيرات اللي حكينا عنهم تبعت الاف برنت اف، اللي هي فايل، اسم الفايل، ونوع المتغير اللي انا بدي اقراه. هان بس زاد عندي شغله اللي هي وين بدي اخزن. هنا عندي الفايل ونوع الداتا والداتا، هنا انا بدي اقرا، فصفى عندي لازم احدد له وين انا بدي اخزن الداتا. على سبيل المثال بدي اعرف متغير اسمه اكس، انتجر اكس، بدي اخزن جواته، وهذا لازم استخدم اشاره الاند. دائما مع السكان اف لازم استخدم اشاره الاند. هاي مررت له الثلاث ارجمنت، نوع الفايل ونوع الداتا اللي بدي اقراها وين بدي اخزنها. هنا بدي اجي اف كلوز فايل اثنين، وبدي اجي تحت اطبع اكس. طيب هنا اكس شو لازم يعطيني اياها؟ هيها 55. طب من وين جاب قيمتها؟ من الفايل، هي ماي فايل، انا هان جيت كتبت ايش؟ خزن لي في الماي فايل قيمه 55 وسكرت الملف، خلصت العمليه، جيت هنا فتحت متغير ثاني، فتحت نفس الفايل وطلت منه القيمه اللي موجوده جوا اللي هي اكس، فانا شو اجي اعمل؟ طبع لي اياها.
طبعا هذا الحكي ضروري تجربوه. هاي خليني بس اعملها سكرين شوت، حابعث لكم اياها على الاي تي سي عشان تجربوا نفس الكود اللي بعثت لكم اياه، تجربوه وتضيفوا. ممكن اضيف اكثر من قيمه، ممكن هنا ايش اعمل سبيس واحط بيرسون دي رقم ثاني، وهنا فاصلي مثلا كمان رقم، هاي زي هيك انا خزنت رقمين هان، وهنا بدي اقرا الرقمين، بدي اكتب واي هنا، وهنا راح اقرا كمان مره بيرسون دي، وهنا فاصلي اند واي، فهاي الحاله ايش راح يعطيني؟ راح يعطيني الرقمين هي اكس وهنا واي. نفس الشيء ممكن اعمل بيرسون دي وهنا فاصلي واي، ولو عملت فن حيطبع لي اكس واي اللي هم 55 و76 هيهم. وانتم في الويندوز روحوا شوفوا وين انتم مخزنين البروجكت، حتلاقوا ملف انفتح اسمه ماي فايل. طيب هي هنا بالدوسيه شارح عنهم. تمام بالدوسيه شارح عنهم. هيها الاوبن فايل فور ريدنج، اوبن فور رايتنج، في كمان امثله موجوده هان بالملف اللي انا باعث لكم بالملخص هذا. وبالنهايه عندكم مجموعه من الاكسرسايزز ممكن تتدربوا عليهم او تجاوبوا على الاسئله، هاي بتساعدكم في الامتحانات. طيب احنا هيك بنكون خلصنا الانترودكشن. الاسبوع الجاي راح نبدا عن التوب داون ديزاين وذ فانكشنز، راح نحكي عن الفانكشنز. لكن مهم جدا انه تراجعوا الماده اللي اخذناها. الخميس في المختبرات راح ناخذ اول مختبر عن السي، بامكانكم تطلعوا على المختبر او تجربوا تحلوا اسئله المختبر قبل ما نبدا عشان ما نضيع وقت كثير في المختبر، او على الاقل الامثله اللي اخذناها في المحاضرات تجربوها. يعني هنا المختبر دكتور، ليش ناخذ مختبر الباوربوينت والاكسل؟ حنجيهم لقدام، بس انا بديش اقطع في المادة واحنا نشرح. يعني احنا خلصنا المقدمة للسي، مهم ناخذ مختبرها على طول يعني عشان قبل ما تنسوها، لكن راح نجيهم لقدام. احنا ضل عندنا اثنين اكسل وباوربوينت، راح نجيهم في اي وقت لقدام. طيب هاي مقدمة السي، هاي المختبر تبع السي، وهي الأمثلة الأسئلة، هذول هم ممكن تجربوا تحلوهم، أو على الأقل تجربوا تحلوا الأمثلة اللي أخذناها في المحاضرة. حدا عنده سؤال؟ كمان مرة ما بنفع تكملوا في المادة أو تيجوا على المختبرات من دون ما تكونوا حالين الأمثلة اللي أخذناها في المحاضرات. تراجعوها، تحلوها، تجربوا، شوفوا يصير معكم في مشاكل معكم إشي، تبعثوا لي أو تبعثوا للمس المساعد معنا في المختبر، صار معي هيك هيك، بس ضروري يعني تكونوا مجربين.